أسدل الستار في حلبة مرسياس على موسم أقل ما يوصف به أنه استثنائي في سجل بطولة العالم للفورمولا 1. انطلاقة متأخرة للموسم بسبب أزمة فيروس كورونا وإلغاء للعديد من السباقات دفع الكثيرين للاعتقاد أنه موسم ربما لن يكتمل، لكنه تحدى الظروف، حاله كحال العديد من البطولات الرياضية، وانتهى في محطته المعتادة في أبو ظبي. صحيح هو موسم غابت الجماهير عن سباقاته، لكن الإثارة لم تغب أبداً عنه، وشهد أحداثاً باتت علامة فاصلة في تاريخ الحلبات. البريطاني لويس هاملتون يعادل رقم مايكل شوماخر في عدد الفوز بلقب بطولة العالم برصيد 7 ألقاب، والهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول يكسر هيمنة استمرت لست سنوات في أبو ظبي لفريق مرسيدس. العاصمة الإماراتية كانت قد استفادت من تجارب 16 سباقاً مضى خلال الموسم، وأضافت بصمة متميزة باتت مثالاً يحتذى به في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتوفير بيئة خالية تماماً من فيروس كورونا، لتنهي عاماً كان مليئاً بالتحديات بأفضل صورة ممكنة. فوز فيرستابن كان بمثابة نهاية مفاجئة لموسم استثنائي كانت محطته الأخيرة هنا على حلبة مرسياس في أبو ظبي، التي لطالما عودتنا على الإثارة والمتعة مع مراعاة أعلى معايير السلامة للجميع. مهيتاب الأفندي، سكاي نيوز عربية.